انا اسمع ليش بيقولوا لي عم اقرب من عمي كانت سنتين اخذ من النقل حاجه انا بعجبني في الكتاب برضه المغلق بس بحس انه أنا اسمي علاء الدين خليل فرعان رئيس قسم الأنشطة والبرامج الثقافية. هذا المعرض يعني يأتي ضمن سياسة البلدية في التشجيع على الثقافة وتحريك المشهد الثقافي في فلسطين. المعرض بضم حوالي 8 دور نشر محلية، دور نشر مميزة في فلسطين. الهدف من هذا المعرض أيضا أنه نشجع الناس على القراءة بأسعار رمزية في متناول الجميع، من راعي الوضع الاقتصادي اللي بيعيش فيه المواطن الفلسطيني أن تكون الأسعار في متناول الجميع. كمان هناك في عروضات وخصومات زي ما شفتوا في دور النشر الموجودة، في كتب للفئات المختلفة، لأطفال، لطلاب جامعات، كتب أكاديمية علمية، كتب أبحاث لطلاب جامعات منشورة، كمان أيضا في هناك روايات للفتيان لطلاب الجامعات والفئات.